healthcare literacy data get to you. And they can come and add it with my about that. You want to use my work. They get the answer, be them, for which work they can must create the amount they have a genetic for angry alcohol, but be them the answer. كل عدد طبعا دي زيرة تتذكر فيها أشياء وايد بعد عنهم حوالي 200 متر 150 متر. كيف بدأنا أو كيف لما كان صيت مع ما لا كهرباء ولا ماء ولا باور تذكر السيارات هي جدا جدا قهيس باور شاحنة أول شيء لأمن إذا ما في شوارع وعشان تمشي السيارات لازم تكون سيارة كبيرة يسمونها عريبي. أيضا أذكر صلح أم القوعة وشدت معاد ندرس أولاد وبنات صغار فاضي يعني مثل الحضانة الآن بطريقة معينة أو بالأخرى قرينا القرآن والأكثر زين يعني إلى الآن أذكر أن خلصنا طبعا يبدأ من نهاية سورة الناس سورة خلق أعتقد صعبة كانت أمي تبرهني الشيء الحقيقي اللي عمل تغيير كبير هو افتتاح مدرسة 59 حكومة دراسة الخيانة فتحت مدرسة في صغيرة مدرسة صغيرة كوان معدة السوق بس كانت حقيقة النقل النوعي لكل المهم كان عمري 6 سنوات طبعا معانا ناس كبار بعضهم أكبر بعضهم لسه عمري أول مدرسة أذكر بأتي كان في بيت جدي أذكر حاجتين ساعة كبيرة ساعة حائط كبيرة وجدتي كانت يوميا يعني على المضرب تكوك بالمستاحن خمستاحين أذكر مستاحين داخل هي الوحيدة اللي تلمس تضبطها على الأذان ساعة 12 من كان توقيت عربي أدلو تستخدم المضرب ساعة 12 وشي راديو من جابة ربيرت المعب ما كان عندنا سيارات ولا قليلين جدا اللي عندهم سيارات يمكن شخص او شخصين عندهم سيارات واحد يمكن كان استخدمها مثل ناقل يعني نزل تاكسي او كذا قبل الجزيره كانت محاطه بالبحر من كل جهه حتى الدخول لها مشكله فتحتاج سيارات عاليه عشان تخوض البحر كل المناطق الساحليه وسفر كان في الجزيره الصيف ناس ينتقلون الى المزار الشهر في نهاية 5 تقريبا بداية 6 في هذا الناس كلهم ينتقلون إلى المزار الفيحلين والفيل منطقة في كل لم تدخل المزار بعضك حتى ما عنده وزارة لكن مع الناس ينتقلون إلى هناك لأن هناك في ماء أبرد أو أقل رطوبة عن الساحل وأيضا في نخ يعني جري رطب واللي عنده نخل معناه ان عنده خير واللي ما عنده يمكن يجزم اسمه يسمونه اللي هو يعني يشتري موسم معين في نخل واحد او اكثر يجري منها يوميا ياكل ونه وجزء منه يخرف وينعمل من الثمر نضايد شهر بدايه 9 تقريبا اذكر انه طبعا السوق ساعه في محلات في السوق عند ناس معيرين في قهوة في واحد قهوة يعني عندي قهوة مثل قهوة والقهوة فيها شوية من سيقة وكذا وكذا فيها وأيضا ساعات في المدارس مدارس بعض الناس في مدارس يمر الناس عندهم سواء كان يوميا أو بمدو وانت طبعا وهذا كان طبعا العاب الموجودة كانت محدودة كان يسمون القبوة خشب أو قصير كذا يمكن حوالي 10 سنتي تقريبا والصور تضرب تبني سيدة كريكيت بالطريقة أخرى أنا موجودة ألعاب مشابهة لهذه الكرة أيضا شوي بدأ بعدين الكرة كانت إلبية مدرسة لما بدأنا وبعدين أيضا في أماكن معينة كانت كرة وعلى البحر كل الناس ما تعرف خاصة لما يكون الجو شوي أدفى بشهر 4 يوميا في البحر نسبح في البحر اللي يصير سمك ودي كذا وجيراننا نحن في بيتنا لكن بيت جدي وامي قاعدين عائلة القلطان جابوس أيضا يومنا عائلة حمد بن عبيد وراشد بن عبيد
ختم القرآن يسوون احتفال ومطوع قدام يمشي والأولاد وراه ويقرأ شيء يسمى التحميد. في الأعياد طبعا في يزيد صلاة كبيرة كان كل الناس اللي يستغلون فيه. وبعد الواحد يروح سندر على أهله ويمر من بيت إلى بيت ويأكل هنا ويأكل هنا ويأكل هنا في الآخر قسمة في التعبان إحنا نأكل. أما كان اللحوم والأشياء كانت قليلة ما بدايق سمج طريق أنا اللي يوصل به هو اللي قبله في ذاك الوقت. عندهم طبعا عجيجة واحتفال وكذا. أذكر أيضا شيء آخر لأنه يعني وجود تقريبا هو اللي يرجع من الحج احتفال كبير يسووا له ويعطون علم على بيته ويزورون الناس كلهم حفلة كبيرة جدا. المواليد بعد نفس الشيء يسووا لهم احتفال على حسب ما أذكر أنه الطفل بعد 7 أيام يحلقون شعر ويوزون الشعر بفلوس وهي اسمها. كانت معاناة تجي من رأس الخيل ما يعلي يزيرها وترجع. فهذين عايشين وليانا قبل رأس وعيان ومبيتين ويكند أو في جمعة سوى رأس الخيل هم اللي درسون في سنتين. سنة ثالثة بلو جزء آسر ويو بنا أولا كنا نحن نخاف ونحترم. الأربعينات مع الحرب العالمية أيضا بدأ اللؤلؤ الصناعي المصنع أو الكلتشر الياباني. هذا أدى إلى كسوف السوق. في 50-60 كان حقيقة حياة صعبة. الناس أغلبهم كانوا يشتغلوا في البحر وبعضهم عندهم مزارع يهتمون بالمزارعهم مزارع تتخذ واحد يهبل ويمكن حتى قليل عندهم أيضا أغنام يرعون في المنطقة الحوالي. وفي نفس الوقت كان في أيضا مهم بسيطة لكن محتاجينها أذكر خراز علشان نقرض الماء واحد على أساس النعل حداد والحلوي موجود عند حلوى يعني محل هاجدي. أو في بعضهم عندهم دكاكي مرعى كانت قبل في ثوره استطباق كذا بعضهم يسيرون يطلعون إلى خارج الجزيرة تيب حقف يا حبي كان بس الدخل الرئيسي أو إلى عام الرئيس كان تواجد أصله من البحر قوس كذا رجال يطوع شيء ذا عليهم. هذه وعدة واحد يوسم أي ما موجود حتى يمكن في المحلات تكاد كين الآن ما أذكر زين يعني يمكن في دواء معين عن شيء معين موجود وأدوية عشبية في حرمان كذا أي موجود أي في نصف الستينات أو بعد كان في مستوصف صغير في راس السجن اللي يحتاج حاجة معينة يسير. في 68 دخلنا مدرسة ثانوية دشوين ودمو في مزير في راس الخيل. فعشان أروح هناك ما في شارع السيارات كانت تطلع على سفح البحر. البحر ساعات لما يكون مطلع ما في مجال سيارات تطول. في الوقت هذا من حكومة راس الخيم استأجرت لنا بيت في راس نسكن هناك فيه ونرجع بالجمعة للسير. يعني ما في يعني هذه المسافة الآن اللي 10-15 كيلو كانت عقبة كبيرة. في بعدها 69 على حسب ما أعتقد بنى الشارع هذا أصبحت في مجال من واحد يطلع فيه. كانت في إذاعة صوت الساحل في الشارع. واللي أذكر زين وقت تولي الشيخ زاين تنشر تقريبا 68 والراديو كان وعلي هذا استبشروا الناس في رحلة. بعدها بسرعة بدأ شوي تعديلات أو كون نمو اقتصادي ولو كان محدود لكنه ملموس.